خلينا ناخذ سبيد تايم بروفايلنج. هلا احنا قلنا هذول جودز لانها جودز هذه. فالجودز بقدر افترض انه عندي انفينيت جيرك، عندي المساحه اللي بدي اقطعها، الديستانس اللي بدي اقطعها بدي اتحرك 2 سنتيمتر. يعني هو هلا بكون عاملين دراسه، بكونوا درسوا السمك واحجام السمك اللي موجوده، فوجد انه اسوء حاله يمكن يضطر يحرك البلاتفورم هاي 2 سنتيمتر. طبعا هاي عمليه اوتوماتيكيه اوتوميتد، في فتره زمنيه معينه لازم يكون جاهز فيها. اذا الخط الانتاج هذا بده يمشي على سرعه معينه ويقدر يطلع عدد الاسماك اللي هي يوزر ريكويرمنت، عدد الاسماك اللي بدها تنقطع خلال مثلا ساعه او تتجهز خلال ساعه، بتفي عندي معي وقت محدد مثلا نص ثانية اكون مجهز هذا في المكان الصحيح عشان السيستم يكمل ويزيح السمكه او تتحرك السمكه بالاتجاه او بعرفش ايش كيف الايش الاوبريشن اللي بدها تصير هون. اذا في معي وقت محدد حتى اقدر اجهز هاي وبعدين اكمل عمليه القطع. اذا الزمن اللي معطى هو 200 ملي سكند او اللي هي 0.2 اوف سكند. اذا احنا معنا 0.2 اوف سكند من هون لهون حتى احقق هاي الحركه. هذا اوبتيمم بروفايل باكسلريشن محدده، هذا اعطاني البروفايل المطلوب من هون، والمساحه اللي بدي اقطعها هي 2 سنتيمتر اللي هي 0.02 اوف متر، مش هيك؟ اذا هاي 0.02 اوف متر، هاي 0.2. اذا عندي المساحه هون 0.02 اوف متر، هذه هون 0.1 متر. هلا بدنا نطلع منها اهم شيء بهمني الاكسلريشن، وبهمنا كمان السرعه. ليش بهمنا السرعه؟ لانه رح نحط سبيد تور كيرف تبع المحرك. ففي نهايه المساله في عندنا ثلاث كيرفز رح يكونوا لثلاث محركات مرسوم عليهم سبيد تور كيرف تبعهم، وعلى اساسهم بدنا نختار المحرك المناسب. اذا خلينا اول شيء نطلع هلا الاكسلريشن، فرح نيجي نشوف. هلا عندي بدي اطلع في ماكس، فعندي مساحه المثلث الاريا اللي هي 0.02 مترز بدها تساوي نص القاعده في الارتفاع. عندي هذه 0.2 في في ماكس اللي راح اوصلها هون. صار عندي هلا في ماكس بيساوي 2 في 2 بيساوي 0.04 على 0.2، ففي ماكس بتطلع معنا 0.2 مترز بير سكند. ايش 0.25؟ هاي لا انا كاتب سكند هون، فصارت عندي هاي 0.2 مترز بير سكند. بدنا نطلع A بدها تساوي دلتا V على دلتا T. دلتا T هون 0.1 لانها نص الهاي، ودلتا V راح تكون 0.2، فهاي بتساوي دلتا V على دلتا T وتساوي 0.2 مترز بير سكند على قديش الزمن عندي هون راح يكون 0.1. اخذت 0.1 لانه هو الزمن المطلوب حتى اتسارع، فعندي صار 0.2 على 0.1 راح تعطيني 2 مترز بير سكند سكوير. هذا الرقم مهم، بس طبعا هذا بدي اعمل له ريفيرال لوين؟ للهاي سبيد شافت. نطلع الفا، هلا العلاقه بين A والفا هي كابيتال P، وكابيتال P عندي مش هيك؟ هيها 3.18. فبصير عندي الان A بدها تساوي او الفا بتساوي A على كابيتال P، فبتصير عندي 2 متر بالثانية تربيع على 3.183 times 10 to the minus 4، بيطلع معي 628.3. ايش الوحدة لازم تكون؟ راديان بير سكند سكوير. هي صار عندي هاي يوزر كوابت، هي بدينا جزء من المعادلة. هلا في الأجزاء الأخرى بدنا إياها من المعادلة، بدنا نطلع الآي إيكويفالنت. هلا آي إيكويفالنت مكونة من جزئين مش هيك؟ طبعا اذا بدي اضيف الجزء الثالث كمان راح يكون الانيرشا تبعت المحرك لما اختاره، بس عاده بتكون صغيره جدا. لاحظوا الانيرشا تبعت المحرك، الروتر تبع المحرك مشبوكه مع نفس السكرو، وفي ايكويفالنت انيرشا راح تيجيني من الماس اللي موجوده هون. اي ايكويفالنت للماس نفسها بتساوي الماس. هلا يا اما ايتا بنستعملها هلا، يا اما ايتا بنخليها لبعدين زي ما بدكم. نستعملها، ممكن نستعملها هلا نقسمهم كلهم على نقسمها على ايتا، او ممكن اخلي ايتا بعدين بضرب التورك اللي جاي من المحرك في ايتا. انا هيك عامل بصير الطريقتين. اذا هاي بتكون عندي ام مضروبه في بي سكوير، ام اللي هي 10 كيلو وحدتها صحيحه، بي 3.183 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 تربيع، فبيطلع معنا رقم صغير جدا مش هيك؟ اي ايكوفالنت بتطلع
10 to the minus 3 ولا 10 to the minus 4؟ أنا يا إما عامل غلط بالورقة يا يعني عامل 10 to the minus 3 مش هيك؟ هاي 10 to the minus 3 فبطلع الرقم معي 1.013 times 10 to the minus 4 كيلوغرام متر سكوير. هلا I total بدي أجمع 1.013 times 10 to the minus 4 زائد I تبعت السكرو اللي هي حسبناها وين حسبناها هون هيها 2.5 times 10 to the minus 4 فبطلع التوتال I equivalent أنا جمعهم جمع هون طيب بطلع هذول الرقمين معي هاي تطلع التوتال I total للسيستم اللي هي بنقدر نجمعها بالنظر مش هيك؟ 2.6 شوفوا تبعت السكرو تبعت السكرو أكثر من تبعت الماس يعني هي مش مهملة زي ما كنا نفكر فبيطلع معي هلا بتصير 3.513 times 10 to the minus 4 كيلوغرام متر سكوير هذا الرقم اللي بهمنا هون هلا بدنا نحسب التورك تبع الماس